أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تحية السلام عند دخول المسجد هل تقال قبل تحية المسجد أم تقال بعد تحية المسجد كما فعل المسيء في صلاته؟ هل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: هل تحية السلام عند سلام؟ نعم إيش السلام؟ يقصد السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصل إلى الصف أو مر بأحد جالس يقول السلام عليكم في المسجد. نعم.